السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتحدث عن الـ Female Sex Hormones. بالنسبة لطبيعة الهرمونات الأنثوية التي تفرز من النساء هي عبارة عن استروجينز، وهذه الاستروجينز تضم تحتها عبارة عن ثلاث أنواع: استراديول، استرون، واستريول. أما البروجستيرونز من ضمنها هنتحدث عن البروجستيرون. بالنسبة لعملية تكوين هذه الهرمونات، مكان إنتاجها هو عبارة عن الأوفري المبايض بالإضافة للبلاسنتا والأدرينال إجلاند، لأنه حكينا سابقا الأدرينال إجلاند بتفرز ستيرويدز هرمون، هي عبارة عن نوع من أنواع السكس هرمونز. بالنسبة لعملية الاستيميوليشن لإفراز هذه الهرمونات، تحدث بفعل الفيرست ستيمولاس من الهايبوثالاموس لإفرازها للجونادو ريليزنج هرمون، التي تؤثر على البيتيوتري أو الأنتيريور بيتيوتري لوب لإفراز اللي هو الجونادو تروبيك هرمونز، اللي هي من ضمن الـ FSH والـ LH، وهي تعتبر السكند ستيمولاس. الآن عملية الكنترول لإفراز هذه الهرمونات تحدث بفعل الفوليكل ستيميوليتنج هرمون الذي يتحكم بعملية إنتاج الاستروجينز، بينما اليوتونايزنج هرمون الـ LH هو بيتحكم بعملية إنتاج البروجستيرون. إذا العملية تكمن بالستيميولاس الأول، يحدث هذا الستيميولاس بفعل الهايبوثالاموس التي تفرز الجوناد ريليزنج هرمون، تستجيب لها الأنتيور بيتيوتري لوب لإفراز الـ FSH والـ LH. الآن إفراز الـ FSH يؤثر على الفوليكل، طبعا إفراز الـ FSH ليس وحده يؤثر على الفوليكل وإنما بالتعاون مع الـ LH، لأن الـ LH بيزود من عملية أو قدرة استجابة الفوليكل لهذه الهرمونات، فنجد أنه بتبدأ الفوليكل الموجودة في الأوفري تفرز هرمون الاستروجين، بينما الـ LH يؤثر على الكربوسليتيوم وبيساعد على إفراز البروجستيرون. الآن عملية إفراز هذه الهرمونات اللي هو تركيز البروجستيرون يعتبر نيجاتيف فيدباك على مستوى الهايبوثالاموس وعلى مستوى الأنتيريور بيتيوتري جلاند، وأيضا البروجستيرون يعتبر إشارة سلبية كتركيز للبروجستيرون. عندما يصل لتركيز معين، تركيز البروجستيرون يعتبر هو الانهيبيشن اللي بيأثر على الجوناد ريليزنج من الهايبوثالاموس وعلى الـ LH من البيتيوتري إجلاند. نتحدث عن الاستروجينز. الاستروجينز هي حكينا عنها سابقا استراديول استرون، وهذه الهرمونات تنتج من الأوفري، بينما الاستريول ينتج من البلاسينتا. الاستروجينز هي عبارة عن مجموعة من الستيرويدز هرمون لها وظيفة معينة، من ضمن وظائفها أنها تحافظ على صفات الجنس الأولية خاصة بالنساء اللي هو primary female sex hormone، هو يعتبر الهرمونات الأساسية الموجودة في النساء، وهو يساعد على ظهور صفات الجنس الثانوية، بالإضافة إلى أنه ممكن تعتبر هذه الهرمونات نوع من أنواع الأورال contraceptives خاصة اللي هو حبوب منع الحمل اللي حكينا عنها، تعطى عن طريق الأورالي، وهي عبارة عن هرمونات الاستروجينز. الاستروجين يعطى كربليسمنت ثيرابي في سن ما بعد سن اليأس لتخفيف أعراض اللي بتظهر على نساء بعد سن اليأس، وأيضا ممكن يعطى كهرمون ثيرابي للي هو المتحولي النساء المتحولات جنسيا. الاستروجينز زي باقي الاستيرويدز هرمون الممبرين خلية الخلية المستهدفة، وداخل الخلية بيرتبط مع مستقبلات خاصة بالاستروجينز. الآن ما هي أنواع الاستروجينز؟ هناك ثلاث أنواع أساسية: استراديول، استرون، واستريول. الآن من لحظة المين أرش للمونوبوز اللي هي من سن البلوغ إلى أن تصل إلى سن اليأس، بيبدأ الهرمون اللي بيكون في هذه الفترة هو البرايمري استروجين، هو عبارة عن الاسترادايول، بينما ما بعد سن اليأس عند النساء نجد انه غالبية الاستروجينز اللي بتفرز هي عبارة عن استرون، فيستبدل الاسترادايول في هاي المرحلة بالاسترون. ليش؟ لانه بيبقى inactivation للأوفري، فبالتالي لن يحدث انتاج للاسترادايول، بالتالي في المقابل في عندنا هرمون اخر هو الاسترون. الاستراديول من التستوستيرون بعمليات بايوكيميكال رياكشن، بينما الاسترون ينتج من الاندروستين دايون. الاسترون هو اضعف من حيث الاكشن من الاستراديول، عشان هيك نجد انه في مرحله البوست مينوبوز
لا يحدث عملية تبويض، ولا يحدث هناك إنتاج لبويضات، ولا أيضا يحدث دورة شهرية عند النساء في سن اليأس. ليش؟ لأنه الهرمون في هذه الحالة الاسترون أضعف بكثير من الاستراديول في عمله. إذن عملية تكوين هذه الهرمونات تحدث من النواة الأساسية اللي هو ريبونوغرينو نيولون، الذي يحدث من عملية بايوكيميكال على الكوليسترول. فالبروجني نيورون يتحول إلى بروجستيرون، وبفعل إنزيم 17 هيدروكسي بروجستيرون بيعطينا الأندوستينديون. الأندوستينديون بيتحول إلى تستستيرون، والتستستيرون بيرجع يتحول إلى استراديول، تمام. والاسترادايول يتحول إلى استرون. أيضا الأندوستينديون ممكن إنها تعطينا الاسترون، والاسترون يرجع يتحول إلى استراديول. الآن البروجنينولون بفعل 17 ألفا هيدروكسي بروجنينولون يتحول إلى دي هيدرو إيبي أندرستين أندوستيرون. الآن بالنسبة في مرحلة ما قبل المونوبوز بنسميه بري مونوبوز، نجد انه الاوفري تنتج حوالي من 10 الى 100 ميكروغرام من هذه الهرمونات، بينما بوست مينوبوزال نجد انه بيكون في بعد سن الياس الادبوز تيشو هي اللي بتنتج هذه الهرمونات اللي هو من 2 الى 10 ملي جرام. في البريجنانسي نجد البلاسنتا بتنتج هذه الهرمونات بيكون اب تو 30 ملي جرام. اذا خلال مرحله الحمل نجد انه هرمونات الاسترونز أو الاستروجينز بتحدث عملية إنتاج إلها بشكل كبير جدا من البلاسنتا. ما هي وظيفة الاستروجينز؟ الاستروجينز ترتفع مستواها جدا في مرحلة البرودكتيف إيج عند النساء، يعني في مرحلة الإنتاج التزاوج، تمام؟ فبيحدث عملية ديفلوبمنت للفيميل سكس كاركترستيك بفعل الاستروجينز، وأيضا من ضمن هذه الصفات اللي هي بريست جروث وريجوليشن للمنسترول سايكل. اذا مطلوب من الاستروجينز انه يساعد في عمليه الديفلوبمنت للبريست سيل والبريست ماسل والقنوات اللبنيه الموجوده في البريست، بالاضافه الى انه هما ايضا يساعد على كبر حجم البريست ونضجه. شغله ثانيه انه بيساعد وبنظم الدوره الشهريه. له تأثير على البروتين سينثيسس، فبيزود من معدل تكوين البروتينات التي ترتبط بالاستروجينز عشان تعمل عنقلها من الليفر، فبيساعد على زيادة هذه البروتينات لتسهيل عملية نقل الاستروجينز. على الدهون يزود من معدل الهاي دنسيتي لايبوبروتين والترايجليسترايد، وبيساعد على زيادة ترسيب الدهون وبيقلل من اللو دنسيتي لايبوبروتين. لكن له فعل على الكانسر، وجدوا انه الاستروجين بيزود خطر الاصابه بسرطان بطانه الرحم. بالنسبه ايضا للاستروجين له وظيفه وله تاثير على الاوفري، فنجد انه بيحفز نمو الفوليكل، وايضا انتاج الاستروجين بفعل استجابه الاف اس اتش. فبالتالي نجد انه تحت تاثير الاف اس اتش نجد انه الاوفري تستجيب للاف اس اتش بزياده الاستروجين، انتاج الاستروجين. تؤثر ايضا الاستروجين على البريست زي ما حكينا سابقا، انه بيساعد على نمو الدكتال سيستم الموجود في البريست، بيزود من نمو السكيليتال بون، وبالاضافه الى انه الابيفيشيال جلوزر. معنى الحكي انه بيساعد على ترسيب البروتينات. الوظيفه الثالثه بالنسبه للاستروجين انه بيزود نمو كتله العظام عند النساء، وبيعمل على ترسيب الكالسيوم في العظام، بالاضافه لانه بيعمل نسميها ابيفيزال اكلوجر، والمقصود فيها هي نهايات العظام بيحدث لها عمليه الان بيساعد على نمو السكيليتال جروث، بالاضافه الى انه بيعمل ريتينشن للكالسيوم، وهذا الريتينشن للكالسيوم اللي هي انه بيساعد على ترسيب الكالسيوم في العظام، وهذا راجع لتاثير انه بقلل من عمليه البون ريزوربشن اللي هو تكسير خلايا العظميه، بيقلل من معدل تكسير خلايا العظميه، يعني الحكي انه بقلل من عمليه تحرير الكالسيوم من العظام، فبالتالي بيساعد على ترسيب الكالسيوم
في العظام بيزود الكتلة اللي هو السكيليتال بون. على السكن بيزود من الفاسكولار سيستم والتروية الدموية في الجلد. له تأثير انه بيساعد على عملية اعادة امتصاص الصوديوم والماء، وايضا يزود من الهاي دنسيتي ليبوبروتين ويقلل من اللو دنسيتي ليبوبروتين، بيقلل من الكوليسترول، بيزود من الترايجليسترايد، بيزود من البروتينات البايندنج جلوبيولين هي سميناها كورتيكوستيرويد بايندنج جلوبيولين، واللي هو 6 هرمون بايندنج جلوبيولين بالاضافه للتوتال بايندنج جلوبيولين، بيزود من البلود كوجوليشن وبيزود من نشاط الفيبريولايتيك سيستم، بيعمل تغيير لمكونات البايل سيكريشن، فبالتالي بيعمل التريشن في البايل كومبوزيشن. وبالنسبه للاستروجين يؤثر على البيتيوتري بحيث اذا افرز الاستروجين بتركيز عالي يحدث تثبيط لعمليه افراز الاف اس اتش من البيتيوتري جلاند. اذا بالنسبه للفارماكوكاينتكس للاستروجين اللي هي حركيته داخل الجسم، فنجد انه مجرد ما يحدث دخوله للخليه المستهدفه بيبدا الاستروجين يرتبط بالريسبتورز. هذه الريسبتورز بنسميها نيوكليو ريسبتورز، هي ريسبتورز موجوده داخل النواه، فهي استروجين ريسبتور الفا وبيتا. الان عمليه الارتباط يحدث عمليه دايمرايزيشن لهذه الريسبتورز وبيحدث عمليه كونفورميشنال شينج ان اندوستروجين ريسبتور، وبيحدث عمليه ارتباط مع الاستروجين ريسبتور اليمنتس، وبالتالي بيساعد على عمليه اللي هو الترانسكريبشن لمجموعه من الجينات المستهدفه. هل الترانسكريبشن العمليه اما تزود أو يحدث عملية انخفاض في ترانسكريبشن لجينات معينة لبروتينات معينة، تمام؟ إذا معنى الحكي إنه الاستروجينز تأثيرها على الجين اكسبريشن، فبالتالي إما يزداد عملية الجين معين اكسبريشن أو بقل الاكسبريشن لهذا الجين، بمعنى إنه في النهاية إما حيصير في زيادة لبروتين معين مطلوب أو بصير عملية انهبيشن لإنتاج هذا البروتين. الآن الاستروجين ترتبط بشكل أساسي مع 6 هرمون بايندنج جلوبيولين ومع الألبومين، بيحدث لها عملية ميتابوليزم في الليفر، هذا بنسميه الفيرست باس. بعد هيك بصير في عملية انتيروهيباتيك سيركوليشن، يعني بيخرج اللي هو مخلفات الميتابوليزم من الليفر إلى القناة الهضمية عن طريق البايل، وبالتالي هذا حدث عملية خروج لهذه المخلفات عن طريق البايل، فبصير عملية اكسكريشن مع البايل. ليش؟ لأنه هو ذو طبيعة دهنية ستيرويدز هرمون، فعملية التخلص منها تحدث بفعل الليفر عن طريق اللي هو البايل سكريشن. بالنسبة للاستراديول، ينتج الاستراديول بفعل الأوفري عن طريق عملية الأيروماتيزيشن للأندروستين دايون، بتحول إلى استرون، وبعد هيك بيحدث عملية كونفرجن للاسترون إلى استراديول بفعل إنزيم هو 17 بيتا هيدروكسيستيرويد ريدكتيز. كمية بسيطة جدا من الاسترادايول تنتج بفعل الأدرينال كورتكس وبفعل التستس. خلال البريجنانسي نجد انه الاستراديول بيعمل تحفيز للبلد فلو خلال اليوتريت خلال الرحم، وايضا بيساعد على نمو بطانه الرحم، وايضا بيعمل تحفيز لنمو البريست في الوقت المطلوب الترم، يعني بيساعد على نمو الثدي، وبالتالي بيزود من نمو خلال الفتره المطلوبه، وبالتالي بيحفز ايضا عملية اللي هو softening للسيرفيكال اللي هو لعنق الرحم، بصير في لين في عنق الرحم، وأيضا بيساعد على زيادة ذلك أنه بيزود من قدرة بطانة الرحم على الاستجابة لهرمون الأوكسيتوسين عن طريق زيادة الريسبتورز على سطح بطانة عنق الرحم بطانة الرحم. وايضا يستخدم الاسترادايول كهرمون ريبليسمنت ثيرابي، وايضا يستخدم ككونتراسيبتيف موانع للحمل. نيجي لهرمون النوع الثاني من الاستروجينز هو الاسترون. الاسترون ينتج بشكل اساسي من الاستريون دايون. طيب الاسترون دايون هو اوريجينيتد فروم جونادز ومن الادرينال كورتكس. اذا الاندروجينز
الأندروستين ديون هو نوع من الأندروجينز الذي ينتج من الجونات ومن الأدرينال كورتكس، الآن يتحول بفعل بايوكيميكال رياكشن إلى استروم. الآن في مرحلة ما قبل سن اليأس اللي هو إن بري مونوبوز، نجد إنه أكثر من 50% من الاستروم ينتج بفعل الأوفري، لكن ما بعد المونوبوز نجد إنه غالبية الاسترون هو بينتج من البريفيرال تيشو، بينتج من عملية تحول للأندروستين ديون. إذا ما قبل سن اليأس نجد 50% من الاسترون الذي ينتج بفعل الأوفري، لكن ما بعد سن اليأس عملية الاسترون أو تكوين الاسترون ينتج من الأنسجة المحيطة خاصة الفات تيشو بفعل عملية تحويل الأندروستين ديون إلى استرون. الآن تأثير الاسترون هو أقل كثيرا من الاسترادايول. نيجي لهرمون الثالث اللي هو الاسترايول. الاسترايول هو الذي ينتج بشكل أساسي خلال فترة الحمل، فالاسترايول هو الميجور استرون الذي ينتج عند النورمال هيومن فيتس، بمعنى أنه ينتج وبتنجده عند اللي هو في الدورة الدموية للفيتس الطبيعي. الاسترايول له تأثير قليل جدا على الكانسر إفكت، له قليل جدا، أقل بكثير من الاسترادايول والاسترون. بالتالي الاسترايول الذي يفرز خلال فترة الحمل هو أكثر أمانا من الاسترادايول والاسترون بتأثيره على بطانة الرحم، بمعنى أنه يقلل خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم. ما هي آلية الديجراديشن للإستروجينز؟ الإستروجينز يحدث لها عملية ديجراديشن في الليفر، يحدث لها في البداية كونجوجيشن مع السلفيت وغلوكو، يخرج تحدث بفعل اليورين والباي. ليش حكينا اليورين حكينا إنه بيخرج بفعل البايل بشكل أساسي، واليورين هذا بسبب إنه بعض المواد يعاد امتصاصها من القناة الهضمية، فبالتالي تخرج يتم التخلص منها عن طريق البول. الميتابولايت اللي هي بيحدث عملية اللي هو ديجراديشن برودكتس من عملية الميتابوليزم للإسترادايول والإسترون هي الإسترايول. إذا عملية الميتابوليزم التي تحدث للإستروجينز اللي هي الإسترادايول والإسترون تحولهم إلى إسترايول. إذا كل عمل الميتابولايت هي عبارة عن نواتج عملية الديجراديشن للإستروجينز. عملية الديجراديشن للإستروجينز اللي هي إسترادايول والإسترون تتحول كلها إلى إسترايول. عملية الترانسبورتيشن بفعل بلازما تحدث عن طريق ارتباط الإستروجين ببروتينات خاصة هي إستروجين بايندينج إجلوبيولين، بالإضافة إلى 6 هرمون بايندينج إجلوبيولين، وأيضا جونادل استيرويد بايند جلوبين. هذه هي البروتينات الأساسية اللي بتساعد على عملية نقل الاستروجينز. نتحدث عن هرمون الآخر هو البروجستيرون. البروجستيرون أيضا يطلق عليه بروجستوجين وبروجستين، وهو نوع من أنواع الاستيرويد هرمون، وهو ضروري جدا لتنظيم الفيميل منسترول سايكل، هو له دور كبير جدا في عملية تنظيم الدورة الشهرية عند النساء، وأيضا بدعم البريجنانس، عشان هيك سميناه جستيشنال هرمون. ليش جستيشنال هرمون؟ لأنه هذا الهرمون أو بنسميه بريجنانسي هرمون، هذا الهرمون بيساعد على النمو الطبيعي للحمل واكتمال الحمل. البروجستيرون ينتج بفعل الأدرينال جلاند والجونادز خلال فترة الحمل، ينتج من البلاسينتا. إذا البروجستيرون ينتج من الأدرينال جلاند، ينتج من الجونادز اللي هو الأوفري، وأيضا خلال فترة الحمل ينتج من البلاسينتا، يزداد معدله خلال فترة الحمل. البريجنانسي هرمون، فبالتالي نجد أنه زيادة تركيز البروجستيرون مصاحبة للحمل. بالنسبة لتأثير البروجستيرون على اليوترس، بقلل من الموتوليتي لليوترين أو اليوترس. ليش بقلل من الموتوليتي؟ عشان يحافظ على بقاء الجنين في الرحم، فبالتالي بقلل من حركة الرحم. هاي الحركة ممكن تطرد الجنين، فبالتالي يصير أبورشن. شغلة تانية إنه يؤثر على عنق الرحم بإفرازاتها، بزود إفرازات العنق الرحم، بتكون
أو إفرازات عنق الرحم بتكون كثيفة. الآن تأثير البروجستيرون على عنق الرحم إنه بيأثر على إفرازاتها بحيث تصبح هاي إفرازاتها كثيفة من حيث السماكة وضئيلة سكانتي من حيث الكمية، ويؤثر على بطانة الرحم إنه بيساعد على حدوث تغيرات فيها من حيث الإفراز secretory changes، إفرازات بيأثر على إفرازات بطانة الرحم، وأيضا يؤثر على البريست بأنه بيأثر على الأسينار واللوبيولار ديفلوبمنت اللي هو الخلايا والقنوات اللي موجودة في البريست. يؤثر أيضا له تأثير على البرين، له تأثير ثيرموجينيك إفكت، تأثير على درجات الحرارة، ونجد أنه يتأثر بفعل الجوناد ريليزنج هرمون، بمعنى أن البروجستيرون إذا زاد معدل إنتاجه تعتبر هذه الإشارة إشارة نيجاتيف فيدباك على مستوى الهايبوثالاموس، فبالتالي بيثبط من عملية إنتاج الجوناد ريليزنج هرمون، وبالتالي يقلل من البالسس الهو، هذا يؤثر على البيتيوتري إجلاند بقلة إفراز اللي هو هرمون الـ LH. وجدنا أنه البروجستيرون بيزود من الـ LH low density lipoprotein ولا يؤثر على الـ high density lipoprotein، أو وجدوا أنه تأثيره بيقلل بشكل بسيط الهاي دنسيتي لايبوبروتين، له تأثير كاتابوليك افكت بسيط في هدم، له ناتري يوريتيك افكت. ناتري يوريتيك افكت المقصود فيه انه له تأثير على الصوديوم والووتر ريتينشن. البروجستينز له فارماكوكاينتيك في الجسم اللي هو عبارة عن حركيته داخل الجسم، يرتبط مع مستقبلات نيوكليو ريسبتور بنسميها هاي بروجستيرون ريسبتور الفا وبيتا، بيحدث بعد ما يرتبط البروجستيرون مع هذه الريسبتور يحدث دايمرايزيشن وكونفورميشنال تشينج لهذه الريسبتور، وبالتالي يحدث عمليه ارتباط بالريجوليتوري اليمنت الموجوده على جينات مخصصه اللي هي التارجت جين، وهذا يؤدي الى ترانسكريبشن، زيادة ترانسكريبشن اوف تارجت جين. على العكس تماما من الاستروجينز، استروجينز حكينا لما ترتبط بالريسبتورز ويحدث ارتباط بالريجوليتوري اليمنت بتحفز جينات، تحفيزها للجينات اما عملية زيادة اكسبريشن او تثبيط اكسبريشن لهذه الجين. هنا في البروجستيرون تأثيره بزيادة الترانسكريبشن لهذه الجينات المستهدفة. ما هو تأثير البروجستيرون؟ البروجستيرون يسمى هرمون اوف بريجننسي لانه البرودكتيف سيستم، وبيساعد على عمليه ديفلوبمنت للفيتس خلال فتره الحمل. له تاثير اخر يؤثر ايضا على التمبريتشر خلال مرحله تاثير البروجستيرون وجدوا انه بيزود من درجه الحراره خلال فتره الاوفيوليشن او التبويض، وبيعمل على تقليل عملية الانقباض والريلاكسيشن للسموث مصل، هو انقباض وارتخاء العضلات الملساء عفوا خاصة عضلة الرحم، وأيضا وجدوا أنه بيقلل من نشاط الجول بلادر. عملية الديجراديشن للبروجستيرون هي فعليا نفس الديجراديشن للإستروجين، تحدث مكان الديجراديشن هو الليفر، بيعمل عملية الديجراديشن من تحطيم البروجستيرون هو عبارة عن إنتاج مركب بنسميه برجنانديول، وبيحدث إكسكريشن له بفعل اليورين والباي، ويرتبط ببروتينات متخصصة له تنقله في الدورة الدموية هو كورتيكوستيرويد بايندينج جلوبيولين. نتحدث اليوم كمان عن المينستروال سايكل. بالنسبة للأورجانز والفانكشنز لهذه الأورجانز خلال فترة المنستوال سايكل، نتحدث عن الأوفاريز. أوفاريز للنساء عندها تو أوفاري أيمن وأيسر، هي تعتبر سكس جلاند ومنتجة للخلايا اللي بتعطينا البويضات، وأيضا منتجة لهرمون هو الاستروجين. عندنا اليوترس أو ما يسمى بالومب اسمه الثاني، هو عبارة عن ماسكولار بير شيب أورجان، بمعنى هو عضو له شكل كمثري، وهذا عضو عضلي، وهو المكان اللي بيتطور فيه الجنين. يوجد قناة فالوب، وعندنا تو تيوبس، قناتين من قناة فالوب يمنى ويسرى، عند كل مبيض في قناة. في هذه القناة تبدأ البويضة تهاجر من مكان إنتاجها من المبيض إلى أن تصل إلى
الرحم. أما السيرفكس، السيرفكس هو عنق الرحم، هي عبارة عن فتحة تربط ما بين المهبل وما بين الرحم، بينما المهبل هي الفاجينا، هي عبارة عن قناة عضلية بتفتح عنق الرحم إلى الخارج، إلى خارج الجسم. ما المقصود بالمنستروال سايكل؟ وما هي المنستروال سايكل؟ المنستروال سايكل أو ما يسمى بالدورة الشهرية هي عبارة عن عملية تحدث عند النساء يتم خلالها عملية إطلاق والتخلص من البويضة الناضجة. فنجد أنه معدل تكوين أو معدل المنستروال سايكل عند النساء بتكرر نفسه كل 28 يوم، لكن في المجمل هناك رينج ما بين 21 يوم إلى 40 يوم. إذا تتكرر كمعدل نجد أنه كل 28 يوم تتكرر هذه الدورة، لكن من أحكي رينج بحكي من 21 يوم إلى 40 يوم، يعني أقل أنثى يحدث عندها تكرار للمنستروال سايكل بالشهر كل 21 يوم، وأعلى أيام تتكرر فيها الدورة الشهرية كل 40 يوم، يعني ما بين 21 إلى 40 يوم إحنا بنحكي عن وضع طبيعي لتكرار المنستروال سايكل شهريا. الآن ما هي التغيرات التي تحدث على البيتيوتري هرمونز خلال من يوم الأول إلى اليوم الأربعة عشر من هذه الدورة؟ الآن تم تقسيم 28 يوم إلى قسمين، الفيرست هاف الجزء النص الأول اللي هو من اليوم الأول لليوم الأربعة عشر، وقسمناها إلى السكند هاف اللي هي من اليوم 14 لليوم 28. فنجد إنه في النص الأول من السايكل نجد إنه البيتيوتري بتبدأ إنتاج الـ FSH، وهذا بيحفز عملية إنتاج وتكوين البويضة. هذا الهرمون أيضا يساعد على اللي هو الـ FSH، يساعد على عملية ريليز الإستروجين من الأوفري. تمام؟ طيب ماذا يحدث أو ما التغيرات اللي تحدث على البيتيوتري هرمونز خلال اليوم ما بين الـ 14 إلى 28 يوم اللي هو السكند هاف النص الثاني؟ نجد انه بعد اليوم ال14 من هذه المنسترول سايكل نجد انه البيتيوتري بتبدا انتاج ال LH، وافراز ال LH يحفز عمليه التبويض الاوفيوليشن. ال LH له تاثير مباشر جدا على انتاج البروجستيرون. البروجستيرون هو اللي بيساعد على نمو بطانه الرحم الطبيعيه، نمو بطانه الرحم الطبيعيه. الان لو هذه البويضه التي اذا لم يحدث لها عمليه فيرتلايزيشن نجد ان البروجستيرون بينخفض مستوى، وبالتالي انخفاض مستوى يؤدي الى انخفاض مستوى الاستروجين، وهذا يؤدي الى حدوث دوره المنستروشن، يؤدي الى حدوث المنسترول سايكل اللي هو خروج هذه البويضه مع بطانه الرحم الغنيه بالاوعيه الدمويه اللي استعدت لاستقبال البويضه المخصبه. طالما لم يحدث لها تخصيب الان حينخفض معدل البروجستيرون ويتبعه انخفاض الاستروجين، وهذا يؤدي الى التخلص من هذه البويضه والبطانه الرحم مع اللي هو عن طريق خروج الدم وبطانه الرحم مع اللي هو خلال الفاجينا خارج الرحم. ما هي التغيرات التي تحدث على المبايض في الستيج الاولانية اللي هي خروج البويضه؟ طبعا البويضه الغير مخصبه خرجت بعد ما حدث لها عمليه ما هي التغيرات التي تحدث على الأوفري؟ الستيج الأول نجد إنه البويضة بتبدأ عملية ماتوريشن خلال كلاستر من خلايا، تجمع من خلايا يسمى فوليكل. الستيج الثانية بصير فيه نمو سريع ونضج سريع للفوليكل مع نمو البويضة اللي موجودة بداخلها. الستيج الثالثة اللي هو عملية أوفيوليشن اللي هو عملية خروج البويضة الناضجة من الفوليكل، وهذا يحدث بيرست اللي هي اندفاع للبويضة إلى الخارج. الآن الفوليكل الفارغة بعد خروج البويضة منها تحولت إلى الكربسليتيوم إلى الجسم الأصفر. الستيج الرابعة هي عبارة عن هجرة هذه البويضة من المبيض الى الاوفري عن طريق الفالوبيان تيوب. طبعا خلال 7 ايام تكتمل رحله هذه البويضه من قناه فالوب الى
إلى الرحم، من قناة فالوب إلى الرحم. الآن لو لم يحدث عملية إخصاب لهذه البويضة، الآن الكربس ليتيوم بيصير له عملية شرينكيش انكماش وبيتضاءل حجمه، وبصير عملية اللي هو خروج لهذه البويضة على هيئة منستريشن، وبنفس الوقت بيبدأ تكوين بويضة جديدة. إذا لو تحدثنا عن المبيض، إذا أنا أمامي أوفري، هذا الأوفري في عنا ستيج 1 ستيج 2 وستيج 3 وستيج 4. الآن بالنسبة للستيج الأول هي عبارة عن عملية نضج، بداية نضج البويضة خلال خلايا، تجمع من الخلايا يسمى فوليكل. إذا في أنا عندي فوليكل سيل وفي عنا أوسيست هي المقصود فيها البويضة. الآن عمل في الستيج الأول بزيد حجم الفوليكل ونضجها، زيادة عدد الخلايا فيها وزيادة حجم البويضة، إلى أن نصل إلى مرحلة صار في عنا في اكتمال لنضج هذه البويضة، ويبدأ الآن عملية اندفاع البويضة إلى الخارج من الأوفري. إذا بيرست اندفاع، فبيصير عملية اللي هو خروج البويضة محاط بمجموعة من الخلايا، ويتحول الفوليكل إلى كربس ليتيوم. الآن لو حدث تخصيب لهذا البويضة، الكربس ليتيوم بيستكمل عمله بأنه بيساعد على إفراز البروجستيرون، والذي يساعد على نمو هذا البويضة الفيرتلايزد إيج اللي هتتحول إلى جنين. لكن إذا لم يحدث تخصيب لهذه البويضة، الآن بصير انكماش في الكربس ليتيوم ويتحول إلى كربس ألبيكام. الآن الكنترول لهذا الإنتاج هرمونات الأستروجين والبروجستيرون خلال فترة المنستروال سايكل يتحكم فيها الهايبوثالاموس. فنجد أنه الهايبوثالاموس بتفرز الريليزنج هرمون الذي يؤثر على الأنتيريور بيتيوتري جلاند، بتفرز FSH والH. الآن في بداية بكون عندنا اللي هو FSH والH بيفرزوا. الآن FSH وظيفته انه هو في البداية المنسترول سايكل بيساعد على نمو الفوليكل. اذا في اول ال 14 يوم قلنا بكون الافراز الاف اس اتش مفرز بشكل اكبر من ال اتش، وبالتالي لانه تاثيره على نمو الفوليكل ونمو الاووسيست هو الاساس في هذه المرحلة. الان عندما بده عملية الاوفيوليشن نجد انه هي خروج البويضة من الفوليكل، نجد انه بكون عندنا اعلى قيمة من الاف اس اتش والال اتش، تصل الى البيك. هذه الاف اس اتش والال اتش وحفز والتريجر للاوفيوليشن، لكن بشكل اساسي الال اتش هو الذي يساعد على اطلاق البويضة من الفوليكل. الان خروج البويضة يتحول الفوليكل الى كربس ليتيوم. الآن الكربس ليتيوم الآن هي اللي بتبدأ تفرز البروجستيرون والاستروجين من الكربس ليتيوم، وبتساعد على اللي هو النمو الطبيعي للحمل. الآن خلال الأول أيام قبل خروج البويضة نجد إنه الاستروجين يفرز من الفوليكل، وبعد ما تخرج البويضة نجد إنه البروجستيرون بيزداد والاستروجين أيضا يزداد. الآن لو لم يحدث تخصيب لهذه البويضة نجد أن الكربس ليتيوم يتحول إلى كربس ألبيكام، ويصير له عملية ضموري ولا يحدث له إنتاج أو لا يحدث إنتاج لهذه الهرمونات. ما هي التغيرات الهرمونية على الأوفري؟ الإستروجين تدريجيا نجد أنه بيزداد تدريجيا خلال أول 14 يوم من المنسترول. الإشارة هذه بتعمل اللي هي الاستروجين، زيادة الاستروجين تعتبر إشارة لعملية زيادة سمك بطانة الرحم، وهذا يؤدي إلى تهيئة الرحم، تمام؟ لكن معدل الاستروجين بينخفض بشكل شاربلي، بشكل ملحوظ جدا بعد الأوفيوليشن، بعد خروج البويضة من الفوليكل نجد معدل الاستروجين ينخفض بشكل شديد. الآن البروجستيرون، معدل البروجستيرون بيكون في أول 14 يوم بيكون في إنتاج للبروجستيرون، لكن بيكون الإنتاج لو،
خلال ال 14 يوم الاولانيه، لكن يزداد بشكل ملحوظ جدا في السكند هاف اللي هو الجزء الثاني من هذه الدوره، فنجد انه تاثيره بيأثر بيزود من معدل نمو بطانه الرحم. وهذه التغيرات التي تحدث على اليوترس، اذا الستيج الاول اللي هو ما يحدث اول 5 ايام نجد انه بيكون في منستريشن، تمام، منستريشن اللي هي خروج البويضه التي لم يحدث لها تخصيب مع البطانه، مع بطانه الرحم والغنيه بالاوعيه الدمويه بتخرج على هيئه منستريشن، وبالتالي ما بعد وقف النزيف اللي هو وقف خروج الدم. الحاجه الثانيه هي تحدث ما بعد وقف اللي هي الخروج الدم من عنق الرحم عن طريق الفاجينا، اللي هي بنسميها بري اوفيولاتوري ستيج، ما قبل التبويض. فنجد انه في تهيئه تبدا اللي هو اعاده تكوين بطانه الرحم في اليوم، في الستيج الثالث اليوم ال 14 بيصير في عندنا اوفيوليشن. في الستيج الرابع اللي هو ما بين 15 الى 28 نجد انه ما بعد الاوفيوليشن نجد انه زياده سماكه الرحم لاستقبال البويضه التي خرجت من المبيض وبدات تهاجر من المبيض عن طريق قناه فالوب الى ان تصل الى الرحم. الان لو حدث عمليه، وصلت البويضه الى الرحم، لو حدث عمليه فيرتلايزيشن تخصيب لهذه البويضه يبدا البروجستيرون ينتج بشكل عالي جدا وينخفض الاستروجين ويستكمل الاستكمال اللي هو الحمل. الان هذه المخطط يوضح خلال التغيرات التي تحدث بعد وقف نزيف الدورة الشهرية اللي هي بعد 5 أيام إلى 28 يوم، نجد أنه زيادة في سماكة بطانة الرحم. ما هي التغيرات التي تطرأ على الرحم؟ الستيج الأولاني ستيج 1 نجد المنستريشن، مقصود في المنستريشن اللي هي حكينا عنها تحطيم بطانة الرحم وخروج الدم وبعض الأنسجة ومخاط يخرج مع البويضة التي لم يحدث لها تخصيب بتم خروجها عن طريق الفاجينا، وهذا تحدث على هيئة دورة شهرية. أما الستيج الثانية اللي هي وقف، توقفت الدورة الشهرية، بدأت الآن عملية ثيكنس للإندوميتريوم اللي هي تسميك بطانة الرحم. الستيج الثالثة يزداد ويستكمل سمك البطانة. الستيج الرابعة نجد انه وصلت بطانة الرحم الى اعلى سماكة لها، وهذا بيوضح اللي هو التأثير الاوفري هرمونز. نجد انه في الاول 14 يوم نجد انه في عندي ارتفاع عالي جدا من الاستروجين وثبات في البروجستيرون، تمام. بمجرد ما يحدث الاوفيوليشن نجد انه الاستروجين بيكون اعلى قمه له، بعد الاستروجين ينخفض بشكل شاربي، ونجد انه بعد ال 14 يوم ل 28 يوم زياده في سماكه بطانه الرحم بفعل هرمون البروجستيرون اللي وصل لاعلى قيمه له. بعد هيك اذا لم يحدث تخصيب لهذه البويضه بيبدا ينزل البروجستيرون و بيتم التخلص من بطانة الرحم والبويضة على هيئة المنسترول سايكل. إذا في الدي الأول ل 14 يوم البيتيوتري جلاند بتفرز جونادريز، بتفرز اف اس اتش تحت تأثير الجوناد ريليزنج هرمون. اف اس اتش بيحفز الفوليكل على النمو وإنتاج البويضة. بعد هيك بتبدأ الفوليكل ينتج استروجين واوفيوم، الاوفيوم المقصود فيها البويضة، والاستروجين يؤثر على الرحم بزيادة بطانة الرحم. أما ما بعد 14 يوم ل 28 يوم البيتيوتري بتفرز ال LH تحت تأثير الجوناد ريليزنج هرمون الذي يحفز الاوفيوليشن اللي هي خروج البويضة من الفوليكل وتحول الفوليكل إلى كربس ليتيوم. بيبدأ الآن خرجت البويضة، الكربس ليتيوم أصبح ينتج بروجستيرون، البروجستيرون بيستكمل نضج بطانة الرحم ويصل إلى أعلى سماكة لها. الآن التغيرات الإيفنتس التي تحدث خلال المنسترول سايكل تم تلخيصها بهذا الملخص أو بهذا المخطط. نجد أن الهايبوثالاموس تفرز جوناد ريليزنج هرمون الذي يؤثر على الأنتيريو بيتيوتري
لوب لإنتاج الـ FSH و الـ LH، وبيبدأ الآن عملية استيميوليشن لنضج الفوليكل. بتبدأ الفوليكل الآن تساعد على نمو الفوليكل، نمو الأوفم من الفوليكل، وأيضا بيساعد على إنتاج الاستروجين من الفوليكل. تمام؟ الآن الـ FSH لما يصل الاستروجين إلى أعلى قيمة له بفعل تأثير الـ FSH على الفوليكل، نجد أنه بيحدث تثبيط لإنتاج الـ FSH، لكن في المقابل بصير في stimulation لإنتاج الـ LH. الآن الـ LH حفز عملية البيرست من الفوليكل، اللي هي خروج البويضة من الفوليكل، وهي المرحلة سميناها الأوفيوليشن. الآن خرجت البويضة من الفوليكل، أصبحت الآن الفوليكل تحولت إلى كربسليتيوم، وأصبح الكربسليتيوم تحت تأثير الـ LH يفرز بروجستيرون. وصل البروجستيرون إلى أعلى تركيز إله، عمل إنهيبشن لإنتاج الـ LH، فوصلنا في هذه المرحلة إلى انخفاض في الـ LH بسبب ارتفاع العالي للبروجستيرون، وانخفاض الـ FSH بفعل إنتاج الاستروجين، وهذا يؤدي إلى انخفاض الـ LH والـ FSH. أصبح هناك أتروفي في الكربسليتيوم، وتوقف إنتاج البروجستيرون، وهي مرحلة المنسترول، وهذا يحدث إذا لم يحدث تخصيب للبويضة. الآن بعد هيك بصير عندنا عملية انخفاض لهرمون البروجستيرون، وإذا انخفض هرمون الاستروجين والبروجستيرون، نجد الآن الجونادريليزنج هرمون بيبدأ الدورة من أول وجديد، وبيرجع اللي هو دورة ستيج فوليكل ستيج وليتيوم ستيج، وبيبدأ الآن إعادة تكوين بويضة جديدة. يعطيكم العافية.